إيقاعات الجاز تعيد تشكيل مساءات طنجة الهادئة. سفر فني لأربعة أيام ترسم دروبه باقة من الفنانات برعن في تقديم مختلف إبداعات موسيقى الجاز، لكل منهن بصمتها المتميزة. فهذه الدورة مهداة خصيصا للنساء. هذه هي الدورة 17 للمهرجان، وهذه السنة هي تحت شعار نساء الجاز، النساء اللواتي تألقن في الغناء والعزف واللائي يطربننا دائما. هذه الدورة مخصصة لهؤلاء النساء الرائعات اللائي أعطينا الكثير للجاز. لقد استمتعت كثيرا، الجمهور تفاعل معنا بشكل إيجابي جدا، شرف لي أن أشارك بهذا المهرجان. الجمهور حضر بأعداد غفيرة وتفاعل على طريقته مع العروض والوصلات الموسيقية المتنوعة. طنجة كل عام كنتسناو هذا الفيستيفال افيك امباسيون، كل عام جي لابيتود باش كنجي لان كيجيو فرق عالمية وكينشطوا لنا المدينة كوم سا اون ساموز. معتبر ما عنده ثمن والله العظيم اخويا، كتعرف كتحرك لنا لاكولتور ديالنا ومجمع الثقافات أجنبية غربية عربية، وكنستافدوا من هادشي، وملتقى دولي حتى هو، وعندنا مستوى عاوتاني طنجة كتبان في المستوى الدولي عالمي. وابارايدا كاين واحد ملتقى ثقافي كتعمل لي كونتاكت مع الناس مع بعضهم في استفادة، وما كرانيش كل عام يدوس كل عام بخير، هذا هو مستوى جميل. ويعد طنجة المهرجان المغربي الوحيد الحاصل على علامة خاصة من المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة في إطار تخليد الذكرى 70 لإنشاء المنظمة الدولية، تنويها بأهداف المهرجان ذات البعد الإنساني وتكريسه لقيم الانفتاح والتلقح الثقافي والأمن والسلام.